بسم الله، دلوقتي هنبدأ ملف جديد. أبدأ أنشئ مبنى أو ماس. بقول له create form، وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، يعني ممكن تغير الشكل بتاعه. تقدر تعمل edit profile وتعدل زي ما انت عايز، finish mass. ودلوقتي هدخل على analysis وهقول له windows، يبدأ يوريني ظاهرة الرياح، فأنا أقدر أتحكم في الفترة اللي أنا عايز أدرسها بالشكل دوت. أقدر أشوف في الموديل بلاين هتبقى عاملة إزاي، أو في الخريطة نفسها هتبقى عاملة إزاي، وأقدر أشوفها بتفصيل أكتر. أجي هنا أقول له تاجل أدفانسد دات ديت أند تايم رينج سيلكشن، فبيجيب لي الوقت بالليل وبالنهار وفي المساء. تقدر تتحكم في الفترة اللي انت عايز تدرسها بالظبط قد ايه، تمام؟ يعني هنا هتلاقي الشهور من اول يناير لحد ديسمبر، ومن هنا هتلاقي الفترة اللي انت عايز تدرسها، يعني ممكن تدرس فترة مثلا بتاعت النهار بس. فيبدأ يجيب لي الويند روس بالشكل دوت، تمام؟ وده هيساعدني بعد كده ان انا اقول له run energy simulation، فيعمل محاكاة للشغل ده كله وهيطلع معايا في الريزلت. بعد ما بيعمل محاكاة، هو بيعمل المحاكاة دي في الباك جراوند، وبعد ما بيخلص بتدخل في الريزلت. بيقول لي اعمل اكتب اسم للرن انرجي سيموليشن، بيعمل run energy simulation للرياح وللسولار واللايت وكل حاجة.